تواصل الدولة جهودها لتنظيم وإطلاق القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. في هذا الإطار نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية العزازمة التابعة لمركز فارس كور، والتي بدأت اليوم وتنتهي غدا. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مع تطبيق للإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا. قافلة النهاردة بقرية العزازمة التابعة لمركز فارس كور، القافلة العلاجية، وبتميز عن باقي خدمات وزارة الصحة ان هي بتوصل للمريض لحد عنده او المواطن لحد عنده. بنقدم له العيادات التخصصية اللي عندنا النهاردة حوالي 12 عيادة تخصصية متواجد فيها دكاترة على اعلى مستوى. كمان موجود معانا المعمل اللي فيه اكتر من 40 تحليل، موجود كمان الأشعة العادية والأشعة بالسونار. الحاجات الموجودة دي بتدعم قرار الطبيب تجاه المريض، اللي بعد كده بيروح له بيرجع له تاني عشان يكتب له العلاج المطلوب. عندنا الصيدلية اللي فيها العلاج اللي بيغطي كل التخصصات المتاحة بالنسبة لنا. كمان ممكن نعمل المريض قرار نفقة الدولة، بيتعمل له قرار نفقة الدولة فوري في القافلة، وبيتوجه على أقرب مستشفى ممكن يصرف منها قرار. حاجة تانية كمان، ممكن لو المريض محتاج أي تدخل جراحي بنحوله لأقرب مستشفى مركزي، سواء كان عملية أو خدمة أصلا مش قادرين نوفرها في القافلة. معنا صيدلية متكاملة فيها أصناف بتعالج أمراض مزمنة زي السكر والضغط والقلب، والأصناف للعلاج أمراض الأطفال، وأصناف بتعالج اشتباهات الكورونا. التذكرة عندنا بيبقى لها 3 مراحل، بتدخل الأول بتتحضر وبعدين تتصرف على الشباك. صيدلي الصرف مسؤول أنه يتأكد من الأصناف وإن ما فيش تعارض ما بين الأصناف وبعضها، وإن هو بيوصف الجرعة للمريض، كل مريض على حسب سنه ووزنه. بعد كده بنسجل التذكرة عشان نتأكد من إن الأصناف كلها سليمة وبتنزل في العهدة اللي معانا.